السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السؤال يا شيخنا الله يكرمك، أنا كنت سألت لشيخ أزهر عندنا في البلد عن لفظة إن هو الرجل يقول لزوجته علي الطلاق ما تفعلي كذا، فالشيخ شرح لي يا شيخنا إن دي معلش ما تعدش طلاق. اسمح لي يا حبيبي. اسمح لي في حاجة، أنا ما سألتك ماذا سألت الشيخ وماذا أجابك، أنت سألني سؤالك وأجيب. أنا ما هو الأمر متعلق بالسؤال يا شيخنا. يا حبيبي ما توقعناش بالشيوخ. أنا لما اقتنعت بسؤال الشيخ وبالكلام اللي هو قاله اعتقدت من داخلي أن هذا الطلاق لا يقع. معلش بس خليني الأول، ما سؤالك أنت الأصلي؟ ما هقول لحضرتك يا شيخنا، هقول لحضرتك. فأنا صغته من باب التهديد، يعني قلت لامرأتي من باب التهديد. قلت لها ماذا؟ قلت لها علي الطلاق ما انت هتروح عند اهلك مثلا. طيب يعني قولك الان في انك قلت لزوجتك، ولكن انا لم اكن، انا كنت متخيل يعني عن فهمي من هذا الاخ الذي شرح لي انني كنت بذلك يعني اهددها وان هذا طلاقا لم يقع، وده يعني ده اللي كان في قرارة نفسي. يا اخي اصبر علينا يا اخي، فهمنا بس. انا اريد اولا أن أسمع ما الذي قلته لزوجتك. هو بهذا النص يا شيخنا قلت لها علي الطلاق ما هتروح يعني. خلاص كفر كفارة يمين ولا يقع طلاقك. ولا يقع طلاقك. شكرا يا شيخ. الله يسلمك.